واحنا يعني خارجين من شهر القرآن وشهر السعادة، كلمات عن فضل القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله. طبعا فضل القرآن، بسم الله، ربنا ألف كتاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. ربنا ألف كتاب وإنك نورا نهدي به من نشاء، مش أي حد القرآن بيهديه. فهو الفكرة في القرآن إن هو عمل وتدبر ويهدي إلى صراط مستقيم. نعم. طريق ربنا اللي هو الطريق المستقيم الذي لا عوج له. نعم. فطبعا لازما عارفين كلنا احنا لسه خارجين من شهر كل سنه طيبين، شهر بعيد المبارك وفضل. نعم. القران، ولسه شهر عزيز علينا فات علينا. نعم. ففي القادم يوم بيومين مفتقدين طبعا شهر القران، ولسه في قلوبنا القران مهون علينا كتير يعني. نعم.